السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن انهالت بهجماتها الصاروخية على السفن الأمريكية بعد ساعات من تمكن هذه الجماعة من إغراق السفينة البريطانية روبي مار. التفاصيل الجديدة تحدثت عنها هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية يوم أمس بهذه الطريقة، وأشارت إلى أن أحد السفن الأمريكية كانت قد استهدفت هنا في خليج عدن، بالإضافة إلى المزيد من التفاصيل الصادرة من المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، وكذلك الفاينانشال تايمز. السفن الأمريكية التي نتحدث عنها هي عبارة عن سفينتين، سفينة سي تشامبيون ونافيس فورتونا. سي تشامبيون كانت أساسا متجهة وقادمة من الأرجنتين مباشرة إلى عدن في اليمن، أما السفينة الأخرى نافيس فورتونا كانت قادمة من بنغلاديش مباشرة إلى إيطاليا. وهذا يعني ببساطة أن سي تشامبيون كانت قادمة من البحر الأحمر هنا باتجاه خليج عدن، أي باتجاه عدن بطبيعة الحال، أما السفينة الأخرى كانت قادمة بالعكس من خليج عدن مباشرة باتجاه البحر الأحمر تقريبا بهذه المنطقة عندما تم رصدها من قبل جماعة الحوثي في اليمن. وبمجرد ما قاموا برصدها وكونها سفنا أمريكية وهي من ضمن بنك الأهداف لهذه الجماعة، أطلقوا صواريخا بحرية مضادة للسفن، وتمكنوا بحسب البيان الخاص بجماعة الحوثي من استهداف السفينتين بشكل مباشر. بما يتعلق بالسي تشامبيون، أكدت هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية بأن هذه السفينة فعلا تعرضت إلى أضرار، ولكنها كانت أضرار طفيفة، وكان هنالك انفجار تعرضت له هذه السفينة، لم تكن هنالك ضربة مباشرة كما تحدثت جماعة الحوثي لهذه السفينة. كان هنالك انفجارا قريبا منها، وكان هنالك انفجارا في الهواء قريبا من هذه السفينة، وهو الذي تسبب بهذه الأضرار الطفيفة، وبالتالي لم تكن أضرارا كبيرة، لا قتلى ولا جرحى، واستمرت هذه السفينة برحلتها. أما السفينة الأخرى نافيس فورتونا فليس واضحا تماما ما طبيعة الأضرار التي تعرضت لها هذه السفينة. الأهم أن هذا الهجوم هو يأتي بأقل من 24 ساعة فقط من تمكن جماعة الحوثي من إغراق سفينة روبي مار البريطانية هنا في مضيق باب المندب، وكذلك تمكن جماعة الحوثي من إسقاط طائرة MQ-9 ريبر الأمريكية التي تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار، أسقطوها بمنظوماتهم الدفاعية في محافظة الحديدة، وسقط حطام هذه الطائرة أساسا على سواحل الحديدة. وكانت الجانب الغربي طبعا مسؤول أمريكي هو الذي تحدث وأكد هذه المسألة بعد أن تحدثت عنها جماعة الحوثي بشكل رسمي. جاء مسؤول أمريكي ومسؤولين أمريكيين للنيويورك تايمز ليؤكدوا سقوط هذه الطائرة فعلا، ولا زالوا في تحقيقات والمزيد من التحقيقات مما جرى. كذلك جماعة الحوثي نشرت اللحظات الأولى لاستهداف هذه الطائرة المسيرة العملاقة التي تعتبر من أفضل الطائرات المسيرة على الإطلاق على المستوى العالمي. ولاحظ كيف أن جماعة الحوثي هنا في اللحظات الأولى عندما أطلقوا الصاروخ وبعدها تمكن من استهداف هذه الطائرة المسيرة، ستلاحظ توهج النار. هذه كانت هي لحظة استهداف طائرة MQ-9 ريبر، وحطام هذه الطائرة ظهر بهذا الشكل على سواحل محافظة الحديدة، وهذا هو الركام الخاص بالطائرة المسيرة التي نتحدث عنها. وبالتالي هذه حوادث ليست بالعادية أبدا. السفينة البريطانية هنا في مضيق باب المندب، والسفينتين الأمريكية سي تشامبيون التي تحمل العلم اليوناني، وطبعا نافيس فورتونا التي تحمل علم جزر مارشال، كانت قد استهدفت بهذه المنطقة. لكن هنالك مسألة مثيرة فيما يتعلق بالسفينتين الأمريكيتين هنا في خليج عدن. فعملية استهدافهم وتوقيت استهدافهم جاء مباشرة بعد عودة سفينة بهشاد الإيرانية إلى الخدمة مرة أخرى بعد أن تعرضت إلى هجوم سبراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أدى هذا الأمر إلى تعطل سفينة بهشاد وانسحابها إلى قاعدة صينية في جيبوتي. الآن عادت إلى الخدمة مرة أخرى. أمتي أندرسون هو الذي لاحظ هذه المسألة، وهو الذي نشر تفاصيل هذه المسألة من ملاحظات بالقمر الصناعي تلاحظ من خلاله هذه هي السفينة بهشاد التي ترونها في 19 من فبراير أي يوم أمس، وهي متوقفة هنا أمام القاعدة الصينية في جيبوتي. هذه هي جيبوتي كما تلاحظون من صورة القمر الصناعي، وبالتالي هي كانت متوقفة هنا. ولكن حركة هذه السفينة وانتقالها وعملية تحركها باتجاه خليج عدن
هي كانت يوم أمس فعلا في ذلك اليوم. لاحظ كيف أنها تحركت بهذا الشكل من نفس المنطقة التي لاحظناها الآن بهشاد، لاحظ كيف أنها انتقلت بهذه المنطقة وأصبحت موجودة وحاضرة بالقرب من خليج عدن. لاحظ هذه هي الصورة مرة أخرى لطبيعة هذه السفينة المتواجدة هنا بهذا الموقع، ولكي نحدد هذا الموقع تلاحظ بأن جيبوتي هنا، وتلاحظ هذه الجزر الوسطية الموجودة في هذا الخليج في جيبوتي. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي، هذه هي جيبوتي مرة أخرى، وهذه هي الجزر التي رأيناها الآن. وبالتالي من الأخذ بهذه القاعدة الموجودة هنا، فإن السفينة كانت هنا، سفينة بشار الإيرانية، وهي انتقلت وأصبحت هنا بهذا الموقع، وبأنها كانت تراقب على ما يبدو وترى ما الذي يجري مع هذه السفن الأمريكية. ولاحظ أيضا التوقيتات الخاصة بتحرك سفينة بهشاد. لاحظ إذا ما اقتربنا من التوقيت ستلاحظ بأننا أمام 19 فبراير 2024 في الساعة 7:46 من التوقيت الدولي المتفق عليه UTC. لاحظ بحسب هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية عندما نقلت التقرير عن سفينة سي تشامبيون الأمريكية، نلاحظ هنا ونقترب من هذا التوقيت ستلاحظ نفس التاريخ، والتوقيت يأتي في الساعة 9:55 UTC، أي بعد ساعتين تقريبا وجاء الاستهداف. السفينة كانت موجودة، سفينة بشاد، قبل ساعتين من استهداف السفينة الأمريكية، وبعدها جاء الاستهداف. هو يوضح أن هذه السفينة فعلا متورطة وكانت ترى ما الذي يجري في هذه السفن الأمريكية، وما الذي ممكن أن يجري أيضا في الفترة القادمة، خاصة وأن جماعة الحوثي من دون وجود سفينة بهشاد ولا زالت كانت معطلة، تمكنت من إغراق هذه السفينة البريطانية روبي مار في مضيق باب المندب، وها هي بهشاد تعود مرة أخرى إلى الخدمة. وبالتالي الأمور يبدو بأنها عصيبة وخطيرة للغاية، وستتصاعد بشكل أكبر في الفترة القادمة كما هو واضح من جماعة الحوثي، بل أن هذه الجماعة اتخذت أيضا إجراءات. مهدي المشاط الرئيس اليمني في صنعاء عن جماعة الحوثي كان قد وقع مرسوما، وكما تلاحظون أصدر قرارا بهذه الطريقة، أوضح فيها بشكل واضح بأن الآن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هي عبارة عن دولتين معادية، وطلب باتخاذ إجراءات داخلية وخارجية ضد بريطانيا وضد الولايات المتحدة الأمريكية. لكن جماعة الحوثي هنا تعلم تماما بأن لكل فعل ردة فعل، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول الأوروبية والدول العالمية الموجودة بالقرب من اليمن وباتجاه اليمن في المياه الدولية هي لن تقف ساكتة أبدا، وبأن ستكون هنالك ردة فعل قد تكون كبيرة للغاية على جماعة الحوثي، خاصة وأن حلف أسبيديز الأوروبي الذي دخل للخدمة يوم أمس يوم الاثنين تحديدا قد انتشر في خليج عدن. وأسبيديز هنا يعني حلف الدروع، هو حلف دفاعي تقوده إيطاليا، العديد من الدول الأوروبية موجودة مع هذا الحلف، بالإضافة إلى حلف حارس الازدهار المنتشر في البحر الأحمر والمنتشر كذلك أيضا في خليج عدن، وأيضا حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور لا زالت موجودة في موقعها هنا مع قدرات كثيرة عسكرية تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في هذه المنطقة. وتعلم جماعة الحوثي بأن الأمر قد لا يقتصر فقط على الضربات العنيفة الجوية التي ممكن أن يتعرضون لها، خاصة وأن بريطانيا والولايات المتحدة والحلفاء بأكملهم وجدوا بشكل واضح أن الضربات الجوية لم تحقق الكثير، وأن هذه الجماعة لا زالت قادرة على تحقيق كل الهجمات المطلوبة إن كانت في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب أو خليج عدن، وبدقة عالية للغاية، ولا زالوا يفرضون الحصار على هذه المنطقة، وهذه كلها أموال إن كان حلف أسبيديز أو إن كان حلف حارس الازدهار أو العملية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم من عدد من الدول، ألا وهي Operation Poseidon Archer ضد جماعة الحوثي. لم يتغير شيء، الكثير من الأموال كلفة عالية والنتيجة هي تصب في مصلحة جماعة الحوثي. وبالتالي جماعة الحوثي منتبهة بأن الخطر الأكبر هو يأتي على محافظة الحديدة، لأن محافظة الحديدة إن قام أي طرف بغض النظر إن كان الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت الحكومة الشرعية اليمنية المتواجدة في هذه المنطقة أن يتم تحفيزها للهجوم على محافظة الحديدة، أي سيطرة أو أي إخلال بالسيطرة لجماعة الحوثي هنا في محافظة الحديدة وتمت السيطرة عليها بشكل عام، فإن هذا سيفقد الكثير
من القوة لجماعة الحوثي من التأثير والنفوذ على ما تقوم به في البحر الأحمر على أقل تقدير، وبأن هذا الأمر قد ينعكس على الداخل اليمني بشكل خطير. ولذلك جماعة الحوثي حتى يوم أمس هم يقومون بعملية التخريج والاستعراض لمقاتليهم من ضمن التعبئة التي أعلنوها من أجل إرسال مقاتلين إلى قطاع غزة. لا زالوا يقومون بعمليات التعبئة في تعز على سبيل المثال، في صعدة، وكذلك يقومون بها في عدد من المناطق المهمة القريبة أيضا من الحديدة، لأنهم يستعدون لمثل هذا السيناريو. واحدة من عمليات التعبئة والاستعراض التي أعلنوها هي كانت في ريمة في مديرية كسمة كما تلاحظون هنا في الداخل اليمني. هذه كانت يوم أمس، نشروا هذه الصور لطبيعة المقاتلين الذين استعرضوهم، كلهم جدد طبعا متطوعين مع جماعة الحوثي من أجل الذهاب إلى قطاع غزة، ولكن محافظة ريمة هي محافظة قريبة من الحديدة. واحدة من اللقطات كشفت نوعا ما شكل الجبل وكذلك الطرق التي أو الطريق الذي يتحرك به أو تتحرك به جماعة الحوثي، وستلاحظ هنا من الطريق من الممكن أن نحدد موقعها رغم أنها منطقة جبلية وعرة للغاية. تلاحظ هنا شجرة أولى وهذه شجرة ثانية، وهنالك تعرج مميز في هذا الجبل، وهذا هو الطريق الذي يسير عليه طبعا هؤلاء المتطوعين، فيه انعطافة مميزة. وتلاحظ أيضا أن هنالك جدارا لهذا المبنى مميز للغاية يساعدنا في معرفة هذا الموقع مع المبنى الذي يأتي بوسط هذا الموقع أو بوسط هذا السياج. وتلاحظ أيضا أن هنالك انعطافة عند هذا المبنى وانعطافة أخرى بهذا الاتجاه مع مجموعة من الأشجار الواضحة، لنتجه إلى القمر الصناعي الآن لكي نتأكد ونرى ما فائدة هذه المسألة. هذه هي محافظة ريمة التي نتحدث عنها، والمديرية تتواجد تقريبا وسط وغرب هذه المحافظة، ولكن الأهم من هذه المسألة أن الجبل والطريق الذي يتطابق مع ما نتحدث عنه يأتي بهذه المنطقة. هذه النقطة التي ظهر فيها المستعرضون والمتطوعين اليمنيين في جماعة الحوثي. نتجه إلى الشمال قليلا وسترى نفس الموقع تماما مع نفس العلامات، هذا هو التعرج الذي تحدثنا عنه، الشجرة الأولى، الشجرة الثانية، هذه انعطافة الطريق، نفس المبنى ونفس الجدار الذي رأيناه طبعا قبل قليل، وبالتالي تلاحظ هنا انعطافة أولى ثانية، وهذه هي مجموعة الأشجار التي رأيناها. بالتالي الاستعراض فعلا كان هنا ولم يتغير الوضع، وهذا يوضح بأن جماعة الحوثي في عملية الاستعراض في هذا الجبل تحديدا هم يستعرضون بالقرب من محافظة الحديدة هنا في هذه المنطقة كما حددناه، وهذه هي المحافظة المهمة للغاية، ويعلم هذا هو البحر الأحمر، وبالتالي هم يعلمون أن الأمور ممكن أن تتصاعد بسرعة على الموانئ، هنالك قد يكون إنزال أو شيء سريع لتعطيل قدرات جماعة الحوثي، وبالتالي هم يجب أن يكونوا مستعدين، ومستعدين بمن؟ ليس فقط بالقوات المسلحة الموجودة على الأرض بل بالمتطوعين أيضا، لأن هذا هو الأمر الذي قد يفسد الكثير مما تقوم به جماعة الحوثي، رغم امتلاكها صواريخ بالستية وصواريخ كروز طبعا في عمق صنعاء، في عمق عدد من المحافظات الأخرى التي تنطلق منها هذه الصواريخ.